المباراة الثانية مباراة الشباب والأهلي اليوم أيضا اللي انتهت بفوز الشباب على الأهلي بهدفين مقابل هدف، وشهدت أيضا حالة استبعاد الكابتن محمد مسعد في الدقيقة 75. نتابع أهداف المباراة. وهناك في الهجوم ناصر الشمراني والحسن كيتا، بينما فريق النادي الأهلي على يمين الشاشة ياسر مسلم في حراسة المرمى، كامل المرجي فين البيشي، كامل الموسى ونيكولا بيتكوفيتش، خط المنتصف معتز الموسى، تيسير الجاسم، مارسيلو دي سيلفا، محمد مسعد وعبد الرحيم الجزاوي، وفي الهجوم عماد الحسني. الكرة في الأمام إلى عماد الحسني، محاولة أهلاوية مبكرة تأتي، ووليد عبد الله في المرمى. كرة من مارسيلو، كرة إلى المنتصف، منطقة الجزاء تماما، وهدف أول للنادي الأهلي، هدف في الدقيقة السادسة، هدف للدقيقة السادسة، عماد الحسني يستعيد حاسة التهديف، يعود هدافا، ويعود ويسجل مع فرحة في الاحتياط الأهلاوي. ملعوبة العرضية للشباب، هدف التعادل، هدف التعادل، ناصر الشمراني، ناصر الهداف في الدقيقة 27، في الدقيقة 27 جاءت التمريرة بعد عدد من المحاولات الشبابية، الكرات في العمق والاتصال كالعادة من ناصر الشمراني. يا سلام على تمريرة كماتشو الجميلة، وهذه العرضية، الأرضية هناك للاعب القادم من بعيد من خلف المدافع حتى كامل المر، والكرة في المرمى، هدف شبابي. كرة أمامية إلى ناصر الشمراني ويصدها أيضا، وتعود في المرمى من الحسن كيتا، وهدف ثاني، هدف ثاني للشباب في الدقيقة 20.